إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي ومجلس الحرب الإسرائيلي لبحث الهجوم الإيراني. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر في غزة ويقتحم مناطق في الضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنت إيران الليلة الماضية أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي إن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران اعترضت خارج الحدود الإسرائيلية، مضيفا أنه تم رصد سقوط عدد ضئيل من الصواريخ في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل حيث لحقت أضرار طفيفة في البنية التحتية حسب قوله. وأكد أدروعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل اعترضت 99% من القذائف التي أطلقتها إيران، مشيرا إلى أن طهران شنت أكثر من 300 هجوم على إسرائيل واستخدمت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة. وقال يديعوت أحرونوت أن تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل تجاوزت $1 مليار. إلى ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب سيجتمع اليوم لبحث سبل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني. من جانبها أعلنت إيران أنها لا تسعى للتصعيد أو الصراع في المنطقة، وحذرت إسرائيل من القيام بأي استفزازات عسكرية أخرى. وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة أن ردها انتهى على استهداف إسرائيل على مبانيها الدبلوماسية في دمشق. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الأحد بناء على طلب من إسرائيل لإدانة الهجوم الإيراني عليها وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش أدان الهجوم الإيراني على إسرائيل ودعا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية. إلى ذلك أكد كل من العراق ولبنان والأردن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات بعد تعليقها بسبب الهجوم الإيراني. وكانت الدول الثلاث أعلنت ليلة السبت إغلاق مجالها الجوي ووقف حركة الطيران. وأكدت سلطة الطيران المدني في العراق في بيان فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، مؤكدة أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق. وصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 191 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 52 شهيدا و95 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33,686 شهيدا و76,309 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي. للمزيد انضم الينا عبر سكايب مراسلنا في غزه عبد الهادي فرحات. اهلا بك عبد الهادي، اذا ما جديد الوضع اليوم في القطاع؟ بالتاكيد زميلتي فكريه، الجديد هنا في قطاع غزه منذ صباح هذا اليوم تفاجانا بخبر عوده اعداد كبيره من النازحين من المناطق الجنوبيه الى المناطق الشماليه، وبدأت هذه الإشاعات تتناول على لسان حال المواطنين في مدينة رفح وفي مدينة دير البلح بالتأكيد، حيث تم وصول أعداد كبيرة من المناطق الشمالية وتمكنوا من العبور إلى المناطق الشمالية في مدينة غزة بالتحديد وفي محافظة شمال قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي بعد تمكن عدد من النازحين والأسر وغالبيتهم كان من النساء والأطفال ما دون سن 14 عام
تفاجأنا من الاحتلال الإسرائيلي. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عن عدم سماح إسرائيل وينفي بسماح إسرائيل دخول المواطنين وعودة السكان النازحين إلى المناطق الشمالية. فيما بعد ذلك استمرت حركة النزوح على شارع الرشيد، شارع البحر تحديدا، وقامت الطائرات الإسرائيلية، طائرات قوات كابتر وطائرات الأباتشي وأيضا جنود الاحتلال ودبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة من منطقة العازلة على شارع الرشيد بإطلاق النار وإطلاق الرصاص المباشر باتجاه المواطنين الذين يحاولون العودة. حيث لكن عبد الهادي، يعني هل هذه الأماكن الشمالية أصبحت آمنة بحيث أن هؤلاء النازحين يعودون إليها؟ بالتأكيد ليست آمنة زميلتي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن عن عودة السكان، لكن هذه كانت عبارة عن أمور قامت بها الأسر النازحة وأفعال قامت بها الأسر النازحة بالتوجه لمنطقة المنطقة العازلة والمنطقة التي تفصلها الشمال عن الجنوب، وعبرت من هذه الأماكن فانتشرت هذه الأخبار، وكان هناك عدد كبير من الأسر النازحة توجهت لهذا المكان، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهدافهم، ربما ارتقت شهيدة، وعدد من الإصابات. كانت أول غارة إسرائيلية استهدفت النازحين على شارع البحر وارتقت فيها شهيدة وإصابة عدد كبير من الأطفال، إضافة إلى أيضا استمرار القصف واستمرار إطلاق الرصاص الحي خاصة من قبل طائرات القوات كابتر وطائرات الأباتشي، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات خاصة في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، هي المستشفى الأقرب لهذه النقطة، وأيضا هذه المناطق تشهد استمرار للحملة العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات تحديدا في المناطق الشمالية، حيث شهدت الليلة الماضية أيضا ارتكاب جريمة إنسانية ومجزرة بحق عائلة أبو غولة، ارتقى فيها أكثر من 6 شهداء، وقبل قليل أيضا استهداف منزل في مخيم الجديد في مخيم النصيرات أيضا راح ضحيتها عدد من الشهداء، وما زالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث جراء الدمار الكبير الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقصف المدفعي وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال المتوغلين بريا في هذه المناطق، تقوم بانتشال أعداد من الجثامين الذين ارتقوا خلال هذه العملية، أو ربما إخلاء بعض الإصابات الذين ما زالوا ينزفون في داخل شققهم السكنية أو داخل منازلهم التي تم استهدافها بعد توجيه أعداد كبيرة من المناشدات الإنسانية، بوجود جرحى في البيوت ينزفون ينتظرون من يقوم بإخلائهم في ظل الحملة العسكرية على هذه المناطق. نعم، إذن مراسلنا من قطاع غزة عبد الهادي فرحات، شكرا جزيلا لك. وفي الضفة الغربية أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة فجر اليوم بعملية إطلاق نار شمال رام الله، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن عملية إطلاق نار وقعت في قرية سنجل أسفرت عن إصابة مجندة في حرس الحدود بجروح حرجة، واندلع اشتباك مسلح عقب عملية إطلاق النار، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في سماء المنطقة وأغلقت مدخل البلدة. في السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمس عيا وقريتي المزرعة الشرقية وأبو فلاح شمال شرق رام الله. وجاء الهجوم إثر تصاعد اعتداءات المستوطنين على عدة قرى في رام الله خلال الساعات الماضية. وللمزيد انضموا لنا عبر سكاي مراسلنا في الضفة الغربية نظير الفالح. أيضا نظير أهلا بك، ماذا عن مسجدات الوضع في الضفة في ظل استمرار الاقتحامات و تصاعد الاعتداءات على المواطنين؟ نعم، يعني اليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين هجومهم العنيف والمكثف على قرى شمال شرق رام الله، بالتحديد قرى المغير وسنجل وترمس عيا وأبو فلاح. وقبل قليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المزرعة الشرقية، وهي في هذه الأثناء تقوم بتفكيك كاميرات مراقبة بحجة البحث عمن تصفهم بالمطلوبين ومن يقومون بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الليلة الماضية فتى فلسطينيا في بلدة بيتين شرق رام الله، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في هذه المنطقة خلال 48 ساعة الماضية إلى شهيدين فلسطينيين قتلا برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
جيش الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يغلق عدد من مداخل قرى شمال شرق رام الله، وبالتحديد قريه ألي مغير وقريه ابو فلاح وترمس عيا التي اقتحمتها قوات الاحتلال الاسرائيلي الليله الماضيه. على الدوام تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات التنكيل والاعتقال بالمواطنين الفلسطينيين، وكذلك تكثف من تواجدها العسكري خاصه عند الحواجز العسكريه المنتشره في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، كما أيضا قام قطعان المستوطنين اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. فجر اليوم قناص فلسطيني في بلدة سنجل شمال رام الله أطلق النار بشكل مباشر على مجندة إسرائيلية، وذكرت مصادر إسرائيلية أن الإصابة لهذه المجندة هي خطيرة. لا يزال الوضع متوتر في شمال شرق رام الله، وهناك دعوات من قبل الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عنف المستوطنين المتواصل على المواطنين الفلسطينيين. نشير إلى أن المستوطنين خلال اليومين الماضيين قاموا بإحراق عشرات المنازل للمواطنين، وأصابوا أيضا عشرات المواطنين بجراح، بالإضافة إلى إحراق حظائر لأغنام المزارعين الفلسطينيين في هذه المنطقة، وكذلك سرقت عدد من ممتلكاتهم وخاصة رؤوس أغنام ورؤوس أبقار يعتاش منها المزارعين الفلسطينيين في هذه المنطقة، وكذلك في بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. عدد المعتقلين زاد عن 8300 معتقل فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى. مراسلنا في الضفة الغربية نضر الفلاح، شكرا جزيلا لك. محليا يعقد مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين اجتماعه الشهري بشأن اليمن لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد وجهود السلام والمخاوف من انهيارها جراء استمرار التوتر في البحر الأحمر على وقع استمرار هجمات الحوثي ضد سفن الشحن. ومن المقرر أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غرونبرغ ومدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إدام ووسرنو إحاطة إعلامية، وسيستمع المجلس أيضا إلى إحاطة من ممثل المجتمع المدني في اليمن. كما من المتوقع أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري إحاطة خلال المشاورات. وفي البيضاء أصيب القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابي المدعو أحمد الكبسي بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار، وأفادت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المعين من الميليشيا مشرفا على معسكر الأمن المركزي أصيب في كمين أثناء خروجه من المعسكر، وتشهد محافظة البيضاء استهدافات لقيادات ميليشيا الحوثي في المحافظة ردا على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ضد السكان، كان آخرها نصف عدد من المنازل فوق رؤوس ساكنيها في مدينة ردع. أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 4500 مهاجر من اليمن إلى بلدان القرن الأفريقي، غالبيتهم في رحلات عودة تلقائية بالقوارب عبر البحر الأحمر، وذلك خلال أول شهرين من العام الجاري. وقالت المنظمة في تقرير لها حول الهجرة على طول الممر الشرقي إن أكثر من 4500 مهاجر غادروا اليمن باتجاه دول القرن الأفريقي خلال يناير وفبراير الماضيين. وأضاف التقرير أن أكثر من 2950 مهاجر أو ما نسبته 65% من العائدين في الشهرين الأولين من هذا العام اختاروا إما القيام برحلة العودة المحفوفة بالمخاطر إلى بلدانهم أو تم ترحيلهم بالقوارب، بينما عاد أكثر من 1600 آخرين ما نسبته 35% عبر برنامج رحلات العودة الإنسانية الطوعية التابعة للمنظمة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. استمرار ارتفاع الإصابات بالكوليرا في اليمن وضعف شديد في مواجهة المرض. ارتفعت الإصابات بمرض الكوليرا في اليمن مؤخرا وسط ضعف شديد لمواجهة الوباء،
بلغت الحالات المسجلة رسميا مؤخرا 101 حالات إصابة توزعت على عدد من المحافظات، وتصدرت عدن بواقع 41 حالة، تلتها تعز بواقع 17، ثم أبين بواقع 14 حالة، والضالع 8 حالات، وحضرموت المكلا 4 حالات، والحديدة حالتين، ومأرب حالتين، وشبوة حالتين. وفي مأرب احترق مأوى لأسرتين في قطاع جبو النسيم بمخيم الخراشي وبحي الفاتح بقطاع الروضة غرب سائرة الميل، حيث التهم الحريق كل ما تمتلكه الأسر من أثاث ومقتنيات. وقالت إدارة النازحين إنها سجلت حريق آخر يوم العيد في مخيم الخراشي، حيث احترق منزل أسرة نازحة بالكامل، أصيب في الحريق شخصان بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وجرح آخر بسبب السقوط أثناء الهروب من النار. وبلغ إجمالي الحرائق منذ يناير حتى إبريل الجاري 34 حريقا أسفر عن إصابة 4 أشخاص. وفي مأرب أيضا يقضي العديد من المواطنين والنازحين أيام العيد في المتنفسات العامة وجولات المدينة نظرا لشحة الحدائق وتزايد السكان الذين اعتادوا على قضاء مثل هذه المناسبات والأعياد في هذه الأماكن، وباتت مقصد العديد من الأسر في المحافظة. الكل هنا يعبر عن فرحته وسعادته بعيد الفطر المبارك، حتى وإن لم يتوفر مجالا في الحدائق العامة بالمدينة، حيث أنها محدودة ولا تستوعب حجم السكان الهائل، لكن المساحات الصغيرة وشوارع المدينة وجولاتها كانت بدائل للناس يقضون فيها فرحة العيد. ففي هذا المكان ذات المساحات الخضراء تتوافد الكثير من العوائل والنازحين، يتشاركون اللحظات الجميلة مع أطفالهم وأقربائهم حتى وإن لم تتوفر فيها أبسط وسائل الترفيه. والله أولا يعني أجواء العيد حلوة جدا، ولكن نعاني من فقدان المنتزهات والأماكن الترفيهية في محافظة مأرب الذي تحتوي أكثر من 2 مليون نازح، ولكن نطالب بالسلطة المحلية بتوفير هذه الحدائق وهذا، لأنه معظم الناس متواجدون على الجولات والشوارع من عدم توفر حدائق وأماكن ترفيهية كثيرة. تفتقر مدينة مأرب للحدائق العامة ووسائل الترفيه والمنتزهات، ما يدفع المواطنين للبحث عن أماكن أخرى تطفي عليهم المرح والسعادة وتزيل عن كاهلهم أوجاع النزوح والتشرد وسوء الأوضاع. ومع كل ذلك يبقى إصرار الناس على معايشة فرحة العيد بارزة على كل الظروف. بداية يقضي معظم سكان مأرب يقضي العيد في المنتزهات والمنتزهات والشوارع العامة لعدم وجود أماكن ترفيهية في المحافظة، فتلاحظ أنه أكثر السكان موجودين داخل الحدائق أو الشوارع في محافظة مأرب، ونرجو من السلطة المحلية توفير عدد من الحدائق والمنتزهات لغرض توفير الرفاهية للنازحين هنا في محافظة مأرب. اليوم رحنا الحديقة، بعدين الحديقة كانت يعني زحمة مرة، وبعدين خطينا لها أنا يعني لا في هذا المكان، بعدين يعني رحنا في جلسناها أنا في المكان. وري العيد في مأرب والله كان حلو، وبعدين لما نخرج يعني نشوف إن في عيد، ولا لحنا جالسين في البيت يعني ما في عيد، لما نخرج نشوف إن في عيد. أيوة يعني لما نلتقي إحنا والأطفال ونلعب ونضحك يعني يبان إنه عيد. تتجلى مظاهر احتفال المواطنين بالعيد داخل المدينة، وتكتظ الأماكن العامة بالزائرين من مختلف الأماكن، ما يعطي زخم كبير يرسم للعيد رونقه الخاصة عند هؤلاء لا سيما الأطفال. باتت هذه الأماكن مقصد الكثير من النازحين والأسر في محافظة مأرب لقضاء فرحة العيد، حيث ترتسم الفرحة على محيى الأطفال والزائرين في ظل إمكانية شحيحة في الحدائق العامة. عبد العالم دحلان، قناة اليمن اليوم، مأرب. رغم الأزمات المتتالية وسوء الوضع المعيشي في عدن، نجد الأطفال بالعيد يصنعون لأنفسهم السعادة، وذلك من خلال استقبالهم للعيد وممارستهم الطقوس العيدية المختلفة وعشهم تفاصيل العيد. الأطفال يبدأون نهارهم على مدار أيام العيد ببسمة وأمل جديد، وبابتساماتهم البريئة وأرواحهم النقية، ومع صوت ضحكاتهم الجميلة،
التي تملأ الأماكن الترفيهية والتي أدخلت الفرحة والسرور إلى قلوبهم. أول يوم من العيد نقوم الصباح نبدل نروح نصلي نزور أهلنا، العصر نروح نتمشي ونروح عند أهلنا، بعد ثاني العيد نخرج نلعب نتمشي. العيد فرحة. العيد في مدينة عدن له رمزية خاصة ارتبطت بها فرحة الأطفال، حيث تدب الحياة في شوارع المدينة ويذهب الأطفال لأخذ العيدية وهم يرتدون ملابس جديدة ويهنئون بعضهم بعيد الفطر المبارك. أول ما أقوم الصباح أروح أصلي، بعدين أتبدل، بعدين أروح أزور أهلي وأسلم عليهم وكل حاجة، بعدين أروح أتمشي وأروح الحديقة نيوم وأروح فانسيتي وأروح كل مكان يعني. وثاني عيد نفس الشيء، كل مرة نزور أهلنا ونزور كل أصدقائنا. سواحل ومتنزهات عدن تكتظ أيضا بالكثير من السكان والزوار الذين يجدون في هذه المتنفسات ما يؤنسهم وسط أجواء جميلة تملأها البهجة والسرور عند الأطفال. بأيام العيد أخرج منتزهات وبحر وكل مكان وأروح أتمشى، أروح يعني مطاعم وأروح منتزهات وأروح البحر، حتى نتمشى في البحر. العيد فرحة ونحصل الأهل الأطفال. أيوة يفرحوا هنا في عدن في عادة الجار الجمل هذا، السير يتجمعوا فوق أكثر من طفل، مثلا 20 طفل 30 طفل 15 طفل، يجلس يسير أبوهم كذا وهم يفرحوا ويصفقوا ويقروا، يعني صراحة شيء لهم لا توصف القوال في يوم العيد. الطقوس العيدية لدى أطفال عدن عديدة، من خلال ارتداء الملابس الجديدة وإطلاق الألعاب النارية وممارسة الألعاب الشعبية المختلفة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى ذهابهم إلى المتنزهات والحدائق ليعكسوا بعفويتهم صورة جمالية تضيف نكهة خاصة تشعرهم بفرحة عيد الفطر المبارك، ويصنعون لأنفسهم السعادة في بلد فقد السعادة منذ زمن طويل. محمد منصور، اليمن اليوم، عدن. انتهت النشرة، في أمان الله.